انا عجباني السلالة دي من الطماطم وهزرع منها. اول حاجة هطلع البذور. انا في مصر حطيت كل اللبة دي في الرملة، بس دلوقتي هفصل البذور عن اللب. انا كده فصلت البذور من اللبة وهحطهم في تربة او في قطنة او منديل مبلولين مية، حتى التربة ببلها بشوية مية. عندي هنا نوعية التربة دي بيتموس، هحط كمية من البيتموس وهاخد البذور اوزعها في التربة. وهجيب شوية تربة بسيطة، طبقة خفيفة كده، اغطي بيها البذور وابخهم بشوية مية عشان تبقى رطبة. كل يوم ابخهم بشوية مية عشان يبقوا رطبين لحد ما تزرع معايا. ممكن تحتاج 10 ايام، اسبوعين، حسب ما تاخد. في البداية هحتاج غطا بلاستيك عشان اوفر لها نسبة رطوبة بسيطة، واسيب فتحة للتنفس بالمنظر ده. طبعا انا كل يوم برشها مية عشان ما تنشفش البذور او التربة. ده ربع يوم للطماطم، انا زرعتها يوم 19 يناير 2024. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كلهم منبتين ما شاء الله. النهاردة 23 يناير 2024، يعني ربع يوم ما شاء الله. ده 5 يوم